أشرف حسين أحمد مصطفى، والد الشهيد أدهم أشرف. أدهم ده طالب كان في ثانوية عامة، كان في تالتة سنة، نجح زي الطلبة واشتغل واجتهد وجاب 76%. أنا عاوز أفهم بقى إيه ذنب طفل زي ده يموت قتيل؟ ذنب طفل زي ده يموت قتيل ليه؟ مع التطرف اللي موجود في البلد، احنا كأسرة نتحمل مسؤولية ده ليه؟ ده اللي عندي. انا عاوز افهم ابني ما كده ليه؟ مفيش، انا ابني نزل الساعة 5:30 6 من البيت يتمشى مع صاحبته مع زميلته في الدرس، هو عيب ولا حرام؟ عيب، ما بركبش معصية، ايه؟ يتمشى، ينزل عليه واحد يقول له دي قريبتك دي اختك دي بتاعي ومطعنه موته، احنا فين؟ في غابة؟ هو ده اللي انا عاوز افهمه. بس ده عاوز افهم ليه ابني مات. انا عاوز القصاص. اخواته موجودين وكله موجود، اشمعنى ده عيل ماشي مع بنت، عيل بيتفسح، وبعدين من عاد مش الساعة 1 ولا 2 بالليل، الساعة 9 ليه؟ انا عايز اوجه الرسالة ان انا عايز حق ابني مش اكتر. هو ايه ذنبه ان هو طفل وناجح في الثانوية العامة وخارج يتفسح مع اصحابه وخرج قابل زميلته ولا صاحبته، وبعد كده واحد ينزل عليه من فوق يقول له دي اختك ولا قريبتك، يقول له لا يطعنه ليه بقى؟ مين اللي اداله الحق ده؟ مين اداله الحق ان هو قصاص من ايه؟ انه ده عيل لسه فرحان بنتك ما كملش 18 سنة، مين اللي اداله الحق ان هو يعمل فيه كده؟ هو بيقيم عليه الحد يعني؟ ها؟ ولا ده فاسق وكافي ان هو واقف مع بنت ما كانش بيعمل حاجة، إن معاه أختها الصغيرة، ما شافهمش في وضع مخل عشان يعمل فيه كده هوت. مش عايزة غير حق ابني في دورة القانون دي بالقانون برضه، مش عايزة أكتر من كده. زي ما عمل في ابني يتعمل فيه مش أكتر. ده خارج من الساعة 5 يتفسح وندور عليه من الساعة 2 بالليل لغاية الصبح وهو مرمي على كوم زبالة بعد ما يموت ويسحله زي الكلاب والقطط المرمين على الزبالة مقتول. موقف أنا حسب الشهود او البنت اللي كانت معاه ان هم واقفين في شارع الجزائر، مشوا داخل شارع اسمه شارع عروبه، واقفين بيتكلموا، نزل واحد من البلكونه من بص لهم من فوق، نزل لهم تحت بسكين، نزل لهم الشارع بسكينه، قال له دي اختك؟ قال له لا، قال له امال دي مين؟ قام طلع سكين قام مديله. البنت جريت، البنت لو كانت فضلت واقفه كانت ماتت اخرى، يعني كان ممكن يبقوا 2 والطفله الصغيره اللي معاهم. ذنبهم ايه ده كله؟ إن ينزل بيسأله سؤال دي أختك ولا مش أختك؟ أنت مالك؟ بتطبق شريعة إيه؟ دي شريعة إنك تقتل النفس؟ مفيش، ده معاهم طفلة صغيرة، يعني حتى لو هو في وضع غلط هيعملوه، مش هيعملوه قدام طفلة صغيرة، دول ماشيين في الشارع، والتاني الساعة 9، يعني مش ماشيين الساعة 1، الساعة 2 بالليل، الساعة 3 بالليل، وضع مخل بالشرف، وضع مخل بالأداب، وضع مخل في لا، ده الساعة 9 ومعهم طفلة صغيرة 7-8 سنين. الكاميرا بعد كانت القتل، يعني إيه بعد ما هو موته؟ شد وسحله في الشارع 70-80 متر على وشه، يضربوا طعنات، وفي الآخر عشان يبعدوا عن سكنه، هو ساكن في الدور الثالث، يبعدوا عن ما سكنوا، ضربوا تحت، يشدوا 60-70 متر على وشه ويسحلوا. هو ايه؟ قتل كلب سحله. انا امير اشرف حسين احمد، اخو ادم، يعني اكبر منه ب4 سنين. امي صحتني الساعه 2 بتقول لي ان ادهم اخويا تليفونه اتقفل، فطبعا نزلت اول حاجه عملتها ان انا رحت اسم البساتين ودخلت دورت على اخويا جوه مش موجود. بعد كده نزلت على المستشفيات اليوم الواحد وكل مستشفيات البساتين ما لقيناهوش، ونزلنا رحنا صقر، يعني سبحان الله بالصدفه انا عديت على الشارع اللي اخويا كان مقتول فيه وما شفتوش، يعني مرمي في الزباله ما شفتوش طبعا. فروحنا لقينا المباحث هناك فبنسالهم ادهم اشرف حسين ووريناهم صورته، لانهم بيقولوا ان هو، وفي 5 دقايق لقيت امي بترن عليا وبتقول لي ان المباحث في البيت. فروحت وفضلت قاعد مع امي، ومن وقتها لقيت المباحث بتسالني مين زميلته دي
وجبناها واتحقق معاها والموضوع اتعرف بس، واللي انا عرفت ان هم كانوا جايبين الشخص ده من بدري. بس ليه يعمل فيه كده؟ اهو ده ادهم، هو ده ادهم اللي اتقتل واتسحل واترمى على الزباله زي الكلاب والقطط. مش عايز اكتر من حق ابني بالقانون، بس احنا في بلد قانون وانا عايزه حق ابني. ابني الطعن ما عرفش يدافع عن نفسه، ما عرفش يقاوم.